عادة يا رب ما يقطعها، دايما تبقى دايما موجود معانا في كل حلقات الأهلي في المونديال، ودايما تعليقك الفني على الأهلي في المونديال. السنة دي الأهلي في المونديال بشكل مختلف، بتلعب مع فريق قوي، فريق من أفضل الفرق في آسيا، أو إن لم يكن الأفضل، فريق اتحاد جدة. شايف المباراة إزاي، وخصوصا بعد مباراة أوكلاند سيتي واتحاد جدة، وفوز اتحاد جدة 3-0 على أوكلاند سيتي؟ مفيش شك، لو ابتدينا من الاخر ماتش اوكلاند سيتي، الاتحاد كان متفوق من بدايه المباراه لنهايتها، وقدر يجيب 3 اهداف حلوه لرومانارينو وكانتي وبنزيما، وخلصوا الماتش في الشوط الاولاني 3-0. الشوط الثاني كانوا يعني بيلعبوا باريحيه، وكانوا يقدروا يضيفوا اهداف طبيعي تاني. يعني الشوط الثاني طبيعي طبيعي، والاتحاد تقدر تقول كانت المباراه من جانب واحد. يعني المباراة مع النادي الأهلي هتبقى مختلفة تماما. لما تيجي تسمع حتى المحللين السعوديين أو متابع لفرقة الاتحاد في الدوري السعودي، السنة دي وماشيين لغاية دلوقتي خامس، لعبوا 16 مباراة. معلش يا كابتن أسامة، ده كل اللي بنقوله قبل صحيح. أنا سمعتكم طبعا. بداية الكلام، عشان كانت الناس بتقول لك كذا، طب ما هو اتحاد جدة يا جماعة نفسه في المركز الخامس، مانشستر سيتي نفسه مظبوط اللي هو الناس كلها بتقول كذا كذا، التالت دلوقتي ولا الرابع لا يؤدي، بعيدا عن التالت أو الرابع مش قصدي، لكن لا يؤدي بشكل جيد. مظبوط، هي الفكرة اللي بنتكلم عليها، إن مش بالداعي إنك ممكن يكون في مستوى مذبذب الى حد ما في بطوله افريقيا او في الدوري، ده هتاخده معاك لكاس العالم للانديه. لا هتبقى موضوع مختلف اكيد، هيبقى مختلف اكيد. فانا بقول لك عشان كده هم يعني في 16 ماتش كسبوا 8، خسروا 4 وتعادلوا 4. نتائجهم ما تعتبرش جيده في الدوري، لانه الاتحاد نادي عريق ومن افضل الانديه السعوديه، ويملك لعيبه سواء محترفين داخل المملكه او دلوقتي الاجانب اللي اضافوهم زي بنزيما وكانتي وفابينيو والناس دي، فريق قوي جدا، ولكن نتائجه داخل الدوري حتى الان مش الشكل زي ما انت قلت، يعني اتنقل غير في مباراه اوكلاند. الدوافع مختلفه، بطوله من 3-4 ماتشات ممكن تاخد بطوله انديه العالم، الشكل مغاير عن الدوري. ولذلك انا برضو لما بتكلم عن النادي الاهلي، صحيح الفترة اللي فاتت النتائج ما كانتش أحسن حاجة والأداء مش أحسن حاجة، ولكن اللي أنا متأكد منه أنه الدوافع اللي هتبقى عند اللعيبة، وكلنا يعني عشنا الأجواء دي وعارفين بطولة تانية وجو تاني وشكل تاني، وأنا رايح ألعب في كأس عالم أندية بعرض نفسي، وأنا سمعت إسلام برضه هو بيتكلم وأنت بتتكلم معاه في الموضوع ده، اللعيب نفسه لوحده قبل المدير الفني وقبل أي حاجة عايز يبان قدام اللعيبه العالميين دول، فاترين يبان قدام اللعيبه العالميين دول، يبان قدام الكره السعوديه والنقله اللي بتتعمل فيها والمحترفين اللي من كل انحاء العالم دولت، المشاهير قدام جمهورنا اللي انا بقول هيبقى، او زي ما سمعت برضو في التقرير انه عدد كبير اكتر من 10,000 تذكره، يعني جمهور الاهلي كمان بره بيبقى بالذات في الدول العربيه بيبقى كتير جدا، فالجو مختلف. ولذلك زي ما احنا كلنا بنتكلم انه مش شرط الحالة اللي احنا كنا فيها قبل البطولة هي اللي هتبقى الحالة ساعة البطولة. وحتى البطولات اللي فاتت ومنها المباراة اللي احنا كسبنا فيها الهلال السعودي 4، الناس عمرها يعني قبل المباراة ما كانتش متوقعة ان الاهلي هيعمل الاداء ده ويكسب بالنتيجة دي، لكن انا متفائل جدا بالدوافع اللي هتبقى موجوده عند اللعيبه والاصرار اللي هيكون عندهم، وان شاء الله تكون الغلبه لينا يعني. طيب كابتن اسامه، اتفرجت على مباراه اوكلاند والاتحاد، تاخد من دوت، انت طبعا اشتغلت ومدير فني كبير، قول لنا كده من وجهه نظرك، هنتكلم عن النادي الاهلي طبعا، ولكن ايه اللي لفت نظرك بالنسبه لفريق اتحاد جده؟ يعني مواطن القوه، بالنسبه لهم موجوده فين؟ ايه نقط الضعف اللي ممكن يستغلها النادي الاهلي في المباراه اللي جايه؟ هم لعبوا بجروهي طبعا في حراسه المرمى، الباك اليمين فهد الشنقيطي، الشمال زكريا هوساوي واحمد حجازي وحسن قادش في العمق، وبعدين 3 في نص الملعب، فابينيو ويمينه كانتي، ويعني يعتبر شماله اللي هو الغامدي بس بيميل شويه للديفندر، عندنا زي موضوع ديانج ومروان، ديانج بياخد يمين بس يعني بيبقى 6 اكتر شويه. ايوه، والثلاثه اللي قدام اللي هم الخطيرين اللي هم رومارينهو
وبنزيما وكورنادو، هما الثلاثه دولت يعني الاكثر خطوره في فرقه الاتحاد. طبعا بنزيما يعني حدث ولا حرج، بيستلم كره كويس قوي تحت ضغط، بيتحرك كويس جدا، دايما مفضي نفسه وما بيبقاش ما بيلعبش تسعه بالشكل الصريح قوي اللي هو في العودة. كتير قوي بيسقط لتحت وساعات كتير قوي بيروح على جنب ويدخل حد مكانه بالظبط. فدي اخطر حاجه انا شفتها فيهم، بيفضوا المساحات اللي جوه ال 18 للناس اللي جايه من تحت او من الجناب. بنزيما بيتحرك على جناب كتير. طبعا كورنادو لعيب كويس قوي اللي هو رقم 10، هو احيانا بيلعبوا جناح زي الماتش اللي فات، واحيانا بيلعبوا في مركز 10 اللي هو تحت. هو مش سريع قوي بس هو مهاري، لما بيلعب في مركز 10 بيبقى افضل، لما بيلعب في كصانع لعب لان هو ما عندوش سرعات عاليه، لما بيلعب في الجنب برضه بياخد الجنب الشمال. ما هو الجنب الشمال يبقى محتاج شويه سرعات يعني. هو ما عندوش دي قوي، فتلاقيه بيميل تملي للعمق للعمق بيبقى تحت بنزيما، ويفضي ناحية الشمال اللي هو زكريا وساوي. الباك الشمال سريع جدا، هو مهارته مش عالية قوي بس هو طاقة غير عادية يعني، وعنده الانقضاضات عالية، بيفضوا له المكان ده عشان يعمل يطلع يعمل ضربات كرات عرضية من ناحيته وكده. الناحية التانية بقى فيها كمان خطورة اللي هو رومارينهو، ده واحد من هدافينهم، ده بقى له 3-4 سنين في الاتحاد يعني مش من الناس الجداد اللي دخلوا على الفرقة، جايب لهم بتاع 70 جون ولا 71 جون، وجاب جون الماتش اللي فات. ده جاب جون حلو اخطرهم اعتقد، هو اخطر خطير يعني. اسم بنزيما كبير لكن ده ممكن يكون عنده يعني عنده سرعه وعنده قوه. سريع مهاري، بيلعب على الجون كويس قوي حتى من احصائياته يعني، 71 جون في الدوري السعودي يعني ده رقم كبير طبعا كبير. والماتش اللي فات جاب جون زي ما اسلام قال دلوقتي ببطن القدم. لا بعيدا عن الجون ببطن القدم، لو من الاول الجون حلو. الاول الجون اتحركوا حلو وفضوا لهساوي ده ناحيه الشمال، وجي حد تاني من ورا عملها له بالعرض، ما عملهاش لبنزيما اللي كان اوف سايد بالمناسبه. مظبوط. ولو كان ورجعها لورا لرومارينيو حطها حلو في الاخر. لكن الهجمه كلها حلوه، بيتحركوا كويس يعني هم الثلاثه اللي قدام، ومعاهم كانتي اكتر واحد يعني. فابينيو مركز شويه كواقف، بينزل كتير ما بين حجازي و يعني واقف شويه بين حجازي وحسن قادش. ده طبعا هو كان عندهم لويس فيليبي بس اتعور في ماتش ضمك، لكن كانتي هو اللي واخد بيتحرك كتير. ثمانيه يعني رايح يعني بوكس بوكس جاي يعني رايح جاي. هو مش بيعمل صناعه العاب جامد او حاجه، بس هو متحرك قوي متحرك قوي متحرك، وجاب جون بوش وده طبيعته من ايام يلعب في تشيلسي يعني وتلاقيه في كل يعني حته يمين وشمال وورا يعني هو واخد حريه حركه كبيره جدا جدا. مظبوط يعني. فهو اللي بيكمل مع الثلاثه اللي قدام دولت، هي دي الخطوره اللي عندهم.